ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هشام علي. هنعمل مع بعض السبانخ. هنبدا بقى بالمقادير بتاعتنا. انت ممكن تقسمي المقادير اللي انا بقولها ديت على 2. المقادير بتاعتنا هتبقى 450 جرام زبده، 150 جرام سكر بودره، دول 360 دقيق، ودول 360 دقيق بمعلقتين كاكاو، يعني كله على بعضه 360، يبقى الدقيق 720، وبيضتين. لو انت هتستخدمي مقدار واحد هيبقى 225 زبدة على 75 جرام سكر على بيضة على 360 دقيق والفانيليا. هنا هنبدأ بقى المقادير. انا هنا بقى هنزل بالسكر البودرة بتاعي واحط الزبدة بتاعتي. لازم تكون الزبدة هنا تكون بدرجة حرارة الغرفة، واول ما اتأكد ان هما ضربوا مع بعض كويس جدا هبدأ اقسم الخليط بتاعي دوت على نصين، نص اللي هي العادية يعني، والنص التاني اللي هو بالشوكولاتة. اول ما الاقيها بقى ضربت معايا ولونها افتح كده وعليت، هنزل ببيضه بيضه والفانيليا معاها. انا هنا بقى جبت الميزان بتاعي وقسمت الزبده على مقدارين بالتساوي عشان احطهم على كل جزء، يعني احطه على الخليط بتاعه. فهبدا السبدين هو الابيض، لازم ناخد كل فتفوتة في الزبدة عشان دوت مقدار. هبدأ بقى ألم الدقيق مع السمنة، الخليط اللي احنا ضربناه، احنا ما بنعجنش، احنا بنلم بس. ده كده خلاص اهوت. الخليط اللي هيخلص معايا هحطه في التلاجة لمدة ساعة وابدأ اشتغل فيه بعد كده عشان خاطر اعرف اتحكم فيه كويس جدا. لو انت عايزة تشتغل فيه على طول يعني هيغلبك شوية. اخدت بقى قطعة من الدقيق عشان اخد باقي مقدار السمنة اللي كانت في الطبق، وهحطها في الطبق بقى وهشيلها في التلاجة ونبدأ نشتغل في اللي هي بالشوكولاتة. هحط هنا بقى الدقيق بتاعي والكاكاو، وهحط مقدار الزبدة تاني زي اللي احنا عملناه بالظبط، هو اللي احنا هنعمله في مقدار الشوكولاتة. هبدأ ألم العجينة بتاعتي لغاية لما تندمج معايا، تتماسك يعني كلها كده مع بعض. انت عجبك السبلي؟ جميل. ماشي، جميل تحفة جدا. جميل وتحفة جدا. ماشي. طبعا السبلي عجب كرمة جدا، وكل شوية كانت تقعد تخطف مني واحدة. حبيبتي انتي، حبيبتي انا، حبيبتك قوي يا ماما، وانا بحبك قوي قوي يا ماما. هنا بقى بعد ما سبتها ساعة هجيب بقى العجينة بتاعتي، اول واحدة عملتها، وهبدأ افردها كده ما بين كيسين بتوع التلاجة وهبدأ اشكلها. بص بقى في الحالة دي في حاجة انا عملتها، بس طبعا هو عشان الجو حر جدا، الجو ما كانش مستحمل. انا عملته يوم الحد، اليوم اللي هو فرقع فيه الصاروخ او انفجر الصاروخ، والله احنا كنا بننفجر من كتر الحرارة. يعني الغلطة بقى اللي انا عملتها هنا ان انا روحت عاملة الخروم اللي في النص على
يعني على 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 البنجة بتاعت المطبخ مفروض انتي تروحي عاملاها بقى، عشان العجينة بصراحة ما كانش مستحملة والحر. اول ما تحطيها في الصاج يبقى شيلي اعملي الخرمة اللي في النص دوت وخلاص، او الفتحة يعني اللي في النص ده بقى خلاني عملته. بعد كده لما لقيت ان كل ما اجي اشيل اللي هو فيه الفراغات دوت لقيته بيتكسر معايا، فحطيتها بردك في التلاجة شوية تمسك معايا. بدأت اشيل الفراغات الزوايا دي عشان اعرف احطها في التلاجة بس تمسك شوية، بعد كده ابدأ احركها. انا هنا بقى بعد ما حطيتها في التلاجة تجمد، جبت بقى جزء من العجينة دوت عملت بيه الترت اللي هو الفرمة بتاعت الترت، لان انا بحب الشكل ده اكتر، ما بحبش اللي هو افردها يعني، واحط المربى من النص والكلام ده، لا انا بحب اللي هو على شكل ترت ده، واحط فيه جناش شوكولاتة وكريمة. وعملنا صوص توفي او جناش التوفي. طبعا بصراحة انا كنت واقفة في المطبخ مش دي المدة اللي انتوا بتشوفوها، دي هي دي المدة اللي احنا بنشتغل بيها، كان اكتر من كده بكتير، بس كان الجو حر جدا جدا، ما كنتش مستحملة وكنت واقفة بصراحة بالعافية، بس كنت لازم اعمله لان المعملتهوش دلوقتي، خلاص هو فاضل يومين على العيد، فكان لازم بقى نعمله، خصوصا ان دي اكتر حاجة انا بحبها. هدي بقى العجينة الشوكولاتة، شكلت شوية في الصاج يعني اللي هو الأشكال ديت، وبعد كده بقى بدأت أعمل في الفرن اللي هي بتاعت الطرد اللي هي أكتر حاجة بتعجبني شكلا وموضوعا بصراحة، يعني أنا بحبها شكلا وموضوعا وكل حاجة حلوة قوي وبيبقى شكلها شيك جدا. انا هنا بعمل التخريم اللي هو بالشوكة دوت عشان خاطر ما يقبش مني. انا وريتكم بس ان ده الصاج اللي انا سويته، ما كنتش قادرة بصراحة اصور كل الحاجات ديت. ده هو بعد ما خلصته هندخله بقى الفرن عند درجة حرارة 170 في الرف اللي في النص، هشغل تحت واول ما ياخد لون هروح فتح عليه شوية دقيقتين تحت دوت اللي استوى وفضيته اهوت عشان اخد القوالب بتاعته، بس بسيبه لما بيفرد خالص بعد كده بفضيه من القالب. خلاص هنبقى ده الفرن ونرجع نشكل مع بعض نزوقه. انا هنا بقى دوت انا طبعا حشيت شوية وكان فاضل دول بقى قلت هحشيهم كده معاكم، دوت جناش اللي هو التوفي
وجناش شوكولاتة بيضة وجناش شوكولاتة اللي هي السودة ديت. طبعا انا عملت قبل كده معاكم جناش الشوكولاتة، هقول لكم على جناش الشوكولاتة البيضة، وهو نفس الطريقة بتاعت جناش الشوكولاتة الغامقة، ان انا بسخن الكريمة وبحط قالب شوكولاتة ان كانت بيضة او سودة على حسب ما انت عايزة. لو الابيض جناش الابيض بتحطي قالب ابيض، ان كان الجناش الاسود بتحطي القالب الاسود. 200 جرام على 200 جرام كريمة لباني، كريمة خفق معلش. اما التوفي بقى بتكرملي سكر، بعد ما بتكرمليه بتنزلي عليه بمعلقتين يعني سمنة، وبعد كده بتنزلي عليه بلبن او كريمة اللي موجودة عندك، وتحطي شوكولاتة بيضة، هيديكي جناش التوفي او الكراميل. هنا بقى بدأت اجيب الكريز واحطه، بقيت اقسمه على نصين، ودوت تيميز او مش عارفة اسمه، اللي هو بتاع الاطفال اللي بتحط في اللبن ده، تيميز يعني بس على شكل حلقات كده، اللي هو كورن فليكس. وده توت وبعدين بقى جبت برونز كمان ذهبي عندي. انا كنت جايبه 3 ألوان ذهبي، والمفروض انا كنت جايبه نحاسي بس مطلعش نحاسي، طلع لونه بينك مش عارفه ازاي بس طلع بينك يعني. بدات احط زي ما انتم شايفين كده، كان بصراحه السيرفر كان مدي لون روعه قوي، والذهبي مع الابيض كان مدي برضك يعني شكل حلو قوي كده. بقى كنت انا خلصت التشكيله بتاعتي، طبعا عشان كنت حاطاه في الفريزر فكان جامد، ما كنتش عارفه اطلعه، حاولت ما عرفتش. وفي الاخر بقى ايه، بدا هو من الحر يفك مع نفسه كده، بدا يطلع معايا، فما كنتش قادره اعملها قوي جامد، ادوس عليها يعني عشان ما تكسرش مني. يا رب يكون السبليه عجبكم، ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير.